আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ। বন্ধুরা, আমাদের জীবন যখন সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হতে থাকে, ঠিক ওই সময় দুটি শয়তান জীবনটা সারখার করে দেয়। এদের মধ্যে একটি হলো মানুষ শয়তান আর অপরটি হলো জিন শয়তান। এদের হাত থেকে বাঁচতে পবিত্র কোরআনের একটি শক্তিশালী সূরা আছে, সূরাটি হলো সূরা নাস। বন্ধুরা, এই দুই শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে সূরা নাস 21 বার শুনতে হবে। যদি কোনো কথা না বলে চুপচাপ একা একা বসে কারো সাথে কোনো কথা না বলে 21 বার সূরাটি শুনতে পারেন, ইনশাআল্লাহ কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু শর্ত হলো একটাই, সূরাটি 21 বারই শুনতে হবে। মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া চাই, হে আল্লাহ, যারা তোমার কোরআনের মহাব্বতে এই শক্তিশালী সূরাটি 21 বার শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, তাদের সমস্ত বালা মুসিবত দূর করে দিও। যারা গরিব তাদের অর্থ সম্পদে ভরিয়ে দিও, এবং যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিও, আমিন। বন্ধুরা, আপনারাও কমেন্ট বক্সে আমিন লিখে এই দোয়ায় শরিক হয়ে যান, কেননা মহান আল্লাহর নিকট কখন কার দোয়া কবুল হয়ে যায় কে জানে। এখন আমরা সূরা নাসটি মন দিয়ে 21 বার শুনবো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.